طيب الجزء اللي انا عايز اتكلم عليه هو الجزء بتاع الفورنسيك سايكوباثولوجي. ايه الفرق ما بين الفورنسيك سايكوباثولوجي وما بين الاوردينري سايكوباثولوجي لو حبينا نعمل ما بينهم كومباريزون؟ الايم بتاع كل واحد ايه والاسبيكتس بتختلف ومين اللي لازم يقوم بيه. الايم ايه بتاع السايكوباثولوجي؟ يعني انا لما بعرف ايه السايكوباثولوجي بتاع الاو سي دي او السايكوباثولوجي بتاع الديبريشن، ايه الايم بتاعي؟ ان انا عايز افهم المرض، عايز افهم المرض علشان ممكن ده يكون له امباكت على الايتيولوجي او امباكت على التريتمنت اللي انا هعمله. يعني معظم السايكوثيرابي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السايكوباثولوجي. لكن الايم في الفورنسيك سايكوباثولوجي ايه؟ انا ماليش دعوه بالمرض ولا فهمه ولا العلاج، انا عايز افهم ايه الاسبيكتس اللي انا بدرسها، ايه عايز اعرف هل في كومبيتنس وفي ليجال ريسبونسابيلتي ولا لا. يبقى الايم هنا مختلف. الايم ان انا اوصل لدايجنوزس بالنسبه للسايكوباثولوجي العادي، بالنسبه للفورنسيك سايكوباثولوجي مش الايم بتاعي ان انا بوصل لدايجنوزس. تاني حاجه الاسبيكتس اللي انا بعتمد عليها ايه في السايكوباثولوجي بتاعنا. لما باجي اعمل سايكوباثولوجي بشوف هل انا بتكلم عن سايكوباثولوجي جنرال او سيستميك او دايناميك، فبالتالي بشوف السكولز، بشوف الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، الايموشن، الثينكينج، الكلام ده. بالنسبه للفورنسيك سايكوباثولوجي بعتمد على ايه او اللي انا ببص له ايه؟ ماليش دعوة خالص بالحاجات دي، أنا ببص على ثلاث أربع حاجات. يبقى دي النقطة المهمة، إيه الأسبيكتس تو بي كونسيدرد إن فورنسيك سايكوباثولوجي. بدور على الكونشسنس، بدور على الجادجمنت والانسايت، بدور على الموتيفيشن والويل والديسيجن ميكنج. كل كلمه من دول بيبقى ليها تعريف في الفورنسيك مختلف عن التعريف اللي احنا بنعرفه في السايكوباثولوجي العادي. كونشسنس المقصود بيها هنا الاويرنس، يعني هل الواحد مدرك اوير للتايم والبيرسون والبليس، يكود ايدنتيفاي ثينكس ولا لا، مش مقصود بيها اي حاجه تانية. الجادجمنت والانسايت هنا معناها الكومبريهنشن، هل هو فاهم الكلام، هي كان كومبريهند المينينج، والاهم منها هل هو فاهم الصح والغلط، يعرف ايه الصح، يقدر يميز ما بين الصح والغلط ولا لا، والاويرنس اوف ذا تشويسز، هل هو عارف ان في اختيارات ويقدر ان هو يختار ما بينها ولا لا. ثالث حاجه بعمل لها اسسمنت هي الموتيفيشن والويل او الديسيجن ميكنج، لان انا عايز اعرف هل الفعل دوت فعل كان فيه موتيفيشن وراه، كان فيه ويل وراه ولا لا. دول الاسبيكتس اللي انا لما بقعد مع المجرم اللي هو بيدعي المرض او هو مريض فعلا بحاول اعمل لها اسسمنت. انا ما بكتبش التشخيص الا لو بيخدم الحاجات دول، وانا بعمل ميديكال ليجال ريبورت انا مش مهم عند القاضي التشخيص ايه، المهم الحاجات دي متاثره ولا لا. فلما بستخدم التشخيص بستخدمه علشان ايه؟ علشان اشير الى ان التشخيص دوت بيبقى فيه الحاجات دي امبيرت. طيب انا بقى هتكلم عن الجزئيه بتاعه الويل. سايكوباثولوجي اوف اكريزيا، لو السؤال ده اتسالنا سايكوباثولوجي اوف اكريزيا، المفروض السكيما ايه بتاعتنا في السايكوباثولوجي؟ نرجع لها تاني. لما بنسال سؤال سايكوباثولوجي عاده بجاوب ازاي؟ انا عندي تو اسبيكتس للسايكوباثولوجي، في عندي سيستميك سايكوباثولوجي او جنرال، وفي عندي ديسكريبتيف، وفي عندي دايناميك. لو انا بتكلم ديسكريبتيف او جنرال فانا بتكلم الاول عن سيمتوم او فينومينا، ببدا ان انا اعمل لها ديفينيشن، وبعدين لو في جزء له علاقه بالسايكولوجي بقوله، وبعدين ببدا ان انا اتكلم عن ايه؟ عن الديفرنشال دايجنوزس. ولازم اقول في كل ديفرنشال دايجنوزس ايه الميكانيزم اللي ورا المرض ده وايه اللي بيميزها. دي السكيما بتاعتنا واحنا بنتكلم عن فينومينا. لما باجي اتكلم عن مرض ايه السكيما بتاعت السايكوباثولوجي؟ مرض، انا بتكلم عن مرض محدد،
بستخدم لا مفيش ديفينيشن هنا المرض ديفايند اوريدي بستخدم ايه بستخدم السكولز الاي بي سي اي بي سي اللي هم ايه الاي الاناليتيك البي البيهيفيرال والسي الكوجنيتيف الاي بيبقى فيها ايه بتكلم عن ايه بتكلم عن الديفنس ميكانيزم سيمتوم فورميشن والستيج اوف فيكسيشن بالنسبه للبيهيفيرال بتكلم عن الفولتي ليرنينج وبالنسبه للكوجنيتيف بتكلم عن الكوجنيتيف ايرور واي حاجه افتكرها من السكول يعني لو جالي سؤال سايكوباثولوجي اوف اوبسيسيف سيمتومز او اوبسيسيف related disorders او obsessive spectrum disorders اجاوبه ازاي او ده السؤال اللي جه الترم دوت في الام دي psychopathology of obsessive symptoms او obsessive related disorders ده مختلف عن السايكوباثولوجي بتاع ايه بتاع الاو سي دي اجاوبه ازاي psychopathology of obsessive symptoms او obsessive related disorder بالظبط الاول ببدا ان انا اعرف يعني ايه اوبسيشن وافرق الاوبسيشن عن الريليتد ديفينيشنز يعني ايه الفرق ما بين الاوبسيشن وما بين الديلوجنز الفرق ما بين الاوبسيشن وما بين الايديا الفرق ما بين الاوبسيشن وما بين البريكوبيشن ايه الفرق ما بين الامبالشن والكومبالشن ببدا ان انا اقول الديفينيشنز ديت خلاص وبعدين بتكلم عن ايه الديفرنشال دايجنوزس ايه الامراض اللي ممكن يبقى معاها اوبسيشن وايه اللي بيميزها عن الاو سي دي وايه الحاجه ليه بتحصل يعني لو انا هجاوب اوبسيسيف ريليتد ديس اوردر او اوبسيسيف سيمتوم هكتب ايه هل في حاجه اورجانيك تعمل اوبسيشن احنا متفقين ان المايند الهيراركي اللي احنا ماشيين عليه اول حاجه اورجانيك في حاجه اورجانيك تعمل اوبسيشن في سبستنس دي حاجه ثانيه لكن اورجانيك ممكن يبقى معاه اوبسيشن يس طبعا في حاجات اورجانيك ممكن يبقى معاها اوبسيشن خصوصا الحاجات اللي بتحصل في البيزال جانجليا وندي اكزامبل زي الاطفال خلاص زي الباندس اللي هو بيدياتريك اوتوميون نيورو سايكايتريك ديس اوردر ده بيبقى ليجن في الكوديت ومعاه ايه ومعاه ها اوبسيسيف سيمتومز اوبسيسيف سيمتومز فده اورجانيك ممكن يبقى سبستنس يعني في حاجات سبستنس ممكن تعمل اوبسيشن زي ايه بعض الهلوسينوجينز ممكن ناتو انديوس اوبسيشنز تمام وبعض الانتي سايكوتيك دي مي انديوس اوبسيشنز طيب نيجي للسكيزوفرينيا ممكن يحصل اوبسيشن في السكيزوفرينيا ايه سببها ويبقى الفورم بتاعها ايه ممكن تحصل في البرودروما بتاعت الاسكيزوفرينيا وممكن تحصل اثناء الكورس بتاع الاسكيزوفرينيا ككوموربيديتي وممكن تحصل بعد الاسكيزوفرينيا ولكن هنا لازم اقول ان النيتشر بتاعتها لو هي ما هياش او سي دي هتبقى بيزار تمام وهتبقى ليها علاقه بالسايكوتيك سيمتومز ده بالنسبه للسكيزوفرينيا ممكن تحصل اوبسيشن مع الدبريشن مع المود ديسوردرز يس الكوموربيديتي معاهم بتبقى عاليه تمام حوالي 50-60% وعاده بتبقى ايموشنالي كالرد سواء كده او كده تحصل في النيوروزيس طبعا الاو سي دي ايه الحاجات اللي هي ريليتد بالاو سي دي بقولها هنا اللي بيبقى فيها امبالسيفيتي الامبلس كنترول ديسوردرز كلها تبع الاو سي دي وكمان عندي التكس بتعتبر تبعها البانيك ديسوردر الهايبوكوندرايسيس البادي ديسمورفيك ديسوردر كل الحاجات دي ايه اللي بيشبه ما بينها وما بين الاو سي دي ان بيبقى في ما بينهم تشابه انها فكره مسيطره على الواحد والواحد عارف انها غلط بس ما بيقدرش يقاومها في الاو سي دي الفكره دي ما هياش ليها علاقه بالمرض ولا ليها علاقه بالبودي ايمج لو بقى ليها علاقه بالبودي ايمج بقت ايه بقت بودي ديسمورفيك لو ليها علاقه بالمرض بقت هايبوكوندرايسيس وهكذا وبعدين تتكلم بقى عن الاوبسيشن في الاطفال والكلام دوت يبقى ده اجابه السؤال بتاع او سي دي
spectrum disorders او related disorder. لكن لو جيت اتسالت psychopathology of OCD الاجابه تبقى ايه؟ معناها ايه؟ ايه السكولز بتفسر او السايكولوجيكال اكسبلانيشن للاو سي دي ازاي؟ فرويد فسرها ازاي الاو سي دي؟ فيكسيشن في الانال فيز، الديفنس ميكانيزم اللي في الاو سي دي ايه؟ ايزوليشن، اندوينج، رياكشن فورميشن، وكل واحده بتفسر حاجه. الايزوليشن بيفسر لي ايه؟ بيفسر، لا ايزوليشن بيفسر ايه في الاو سي دي؟ ايزوليشن معناها ايه؟ كلمه ايزوليشن في الديفنس ميكانيزم معناها ايه؟ يعني ايه ايزوليشن؟ thought without feeling. thought without feeling. طب ايه علاقه ده بالاو سي دي؟ يعني في anxiety symptoms انت بتفصل ايه عن ايه؟ ايه الصوت اللي بتيجي without الفيلينج؟ ها بتفسر لي الامبلس. يعني واحد بتجيله الفكره انه هيذبح ولاده، المفروض اللي يبقى مصاحب للفكره دي ايه؟ aggression. لكن الفكره بتيجي من غير aggression. خلاص؟ ما ده معنى كلمة isolation. isolation معناها you isolate the thought من accompanying emotion بتاعتها. فال isolation بيفسر أو بيفسر لي obsessive impulse. مال reaction formation بيفسر إيه؟ بيفسر لا reaction formation. بيفسر perfectionism. يعني البرفكشنزم بتاع الاو سي دي رياكشن فورميشن، هو من جواه حاسس ايه؟ حاسس ان هو مش نظيف ومش كويس، فبيبالغ في ان هو عايز يعمل كل حاجه بيكوز هي فيلز انفيريور. البرفكشنزم. امال بقى الكومبالشن ايه الديفنس ميكانيزم اللي فيها؟ الاندوينج. يعني ايه اندوينج؟ الاسئله دي بتبقى كومن قوي في الاورال، وللاسف بيبقى يعني رد الفعل مش حلو لو الواحد ما جاوبهاش. يعني ايه اندوينج؟ ها اللي انت عارفه بالعربي كده اندوينج. تمام. طيب انت تحب تضيفي حاجه؟ طيب exaggeration of the opposite emotion اسمها reaction formation. يعني مدير بيحب السكرتيره تمام، فيعاملها وحش، ده يبقى ايه؟ يبقى رياكشن فورميشن. خلاص؟ عشان كده بيقولوا دايما ان لما تلاقي واحد بيعامل حد بطريقه مبالغ فيها اعرف ان الايموشن هي العكسيه، سواء كانت بالحب او بالكره. الاندوينج اكساجيريشن اوف ذا اوبوزيت ايه؟ اكت. اوبوزيت لايه؟ اوبوزيت لايل ثوت. يعني انا بتجيلي فكره ان انا لو عديت من جنبك ان انت هيجرى لك حاجه، الفكره دي تعباني، فبعمل ايه؟ بعدي وعدي تاني عشان اكنسل الايفكت بتاع الفكره ديت، اسمها اندوينج. خلاص؟ الاندوينج بيحصل في حاجات تانيه غير الاو سي دي. الديفنس ميكانيزم دي بتحصل في حاجه تانيه غير الاو سي دي. ها الامبلس كنترول ديس اوردر ممكن بيبقى فيها في بعض انواع منها الاندوينج، لكن ممكن تبقى نورمال الاندوينج. ممكن تبقى نورمال طبعا. عارفين احنا لما بنعامل الاطفال بتوعنا، لما الطفل بيتخبط في الترابيزه انا بروح ضاربها. الترابيزه ذنبها ايه؟ انا ليه بضرب الترابيزه؟ بنضربها ليه؟ كاني عايز اكنسل الايفكت بتاع الضرب عليه. This is undoing. ده فيسيولوجيك نورمال اندوينج، هو بيحصل نورمال وبيحصل في امراض تانيه غير الاو سي دي. خلاص؟ اللي عايز يدرس سايكوباثولوجي لازم يبقى فاهم الديفنس ميكانيزم كويس وكل حاجه معناها ايه. خلاص؟ حاسوا لي حاجه؟ لا، انت بتعملي حاجه عكس الفكره اللي بتقول لك. يعني هي exaggeration of the opposite act. opposite to what؟ opposite للإيل ثوت. الفكره المريضه اللي عندي انا بحاول ان انا اكنسلها بان انا اعمل فعل عكسها. خلاص؟ امال الديسبليسمنت بيفسر ايه في الاوبسيشن؟ في الاو سي دي؟ الاوبسيسيف فوبيا. يعني في بقى لازم ابقى عارف الريبريشن وهكذا. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاناليتيك. بالنسبه للبيهيفيرال ايه التفسير بتاع الاو سي دي؟ ها
نيجاتيف reinforcement. يعني كان الاوبسيشن ممكن تبقى ليرند. يعني بتفسر لك ايه في الاوبسيشن اكتر؟ الريتشوالز. الكومبالسيف بارت من الثوتس هو ده اللي بيبقى له علاقه. عشان كده البيهيفير ثيرابي بيفيد اكتر للاوبسيسيف ولا للكومبالسيف كومبوننت؟ الكومبالسيف كومبوننت. يعني وده سؤال احنا بنساله في العياده، يقول لك يعني اخليه يغسل ايديه ولا لا؟ يعني هو دلوقتي لما بيمسك حاجه بيروح يغسل ايديه 10 مرات، اخليه يعمل كده ولا لا؟ الإجابة إيه؟ طبعا هو لما بيعمل كده بيرتاح ولا لا؟ يس، هو بيعمل كده بيرتاح، لأن دي anxiety relieving، وبالتالي بيحصل conditioning ولا لا؟ لأن conditioning بيحصل مع أي حاجة بتقلل anxiety. فأنت لما بتمنعه أنه يعمل compulsions بيتعب، ولكن on the long term الassociation بيقل. خلاص؟ يعني أنت لو منعته أنه يغسل إيده هيبقى الانكزايتي هتزيد، لكن على اللونج ران هتقل. اوكي، بالنسبه للكوجنيتيف سكول، وات از ذا كوجنيتيف ايرور في الاوبسيشن؟ ايه الكوجنيتيف ايرور اللي في الاو سي دي؟ زي لا، اهم حاجه في الاو سي دي، يعني انت الفكره نفسها انها غلط. هل انت في العلاج بتقول له الفكره دي غلط؟ هو عارف انه غلط. طيب لو هنتكلم بالترمينولوجي بتاع الكوجنيتيف ثيرابي، ايه اللي غلط؟ الاسامشن بيزد اون ذا ثوت السكندري نوت ذا برايمري ثوت. السكندري ثينكينج اللي بيزد على البرايمري اوبسيسيف ثينكينج. يعني دلوقتي انا بتجيلي شتيمه في ربنا، تمام؟ الشتيمه في ربنا دي انا مش عايزها وعارف انها غلط، بس بفسرها ايه؟ ان ربنا مش راضي عني، ان انا مش كويس. ده الايرونيوس اسامبشن بيزد على ثوت، وبالتالي بعمل اكساجيريشن للديبريسيف فيلينج. عشان كده الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي بيعالج ايه اكتر؟ الديبريشن والانكزايتي اللي اسوشيتد مع الاوبسيشن، مش بيعالج الاوبسيشن. يعني بدليل الفكرة هتجيلك بس انت هتقدر تطنشها، ما بقتش الفكرة painful بالنسبة لي. خلاص كده؟ يبقى ده باختصار السايكوباثولوجي لما يجيلي ايه. طيب لما يجيلي سايكوباثولوجي of acrasia، يبقى انا لو عرفت معنى الكلمة هعرف اجاوب. يعني ايه acrasia؟ كلمة acrasia معناها it's a state of mind in which someone acts against his better judgment through weakness of the will. يبقى كلمة أكريزيا معناها نفي، وكريزيس معناها الويل. يبقى كلمة أكريزيا معناها إيه؟ absence of the will، أو مش absence، هي weakness of the will. weakness of the will بيسموها أسامي تانية، بيسموها incontinence of the will. يعني إيه incontinence of the will؟ incontinence معناها إيه؟ ما بقدرش أتحكم، ما بقدرش اتحكم في الويل بتاعتي. وفي اسم تاني lack of self control، وبتتقال كمان هي قريبه من lack of volition، لان الويل والفوليشن قريبين من بعض، وبتتقال كمان على الامبير ديسيجن ميكنج. يعني لو جالي سايكوباثولوجي بتاع اي واحده من دول هتبقى نفس الاجابه. يبقى ممكن انا اسال ايه السايكوباثولوجي بتاع lack of volition؟ ايه السايكوباثولوجي بتاع الامبير ديسيجن ميكنج؟ ايه السايكوباثولوجي بتاع ان الواحد ما بيقدرش يتحكم في الويل بتاعته؟ خلاص؟ بتبان ازاي ديت؟ تبان ازاي الويكنس اوف ذا ويل ديت؟ في صورة ايه؟ عارفين يعني ايه ويكنس اوف ذا ويل؟ يعني في حاجة انا عارف ان في اوبشن لازم يتعمل، وانا عارف ايه اللي هو وعايز اعمله، بس لما باجي انفذ ما بقدرش. عشان كده ده السايكولوجي بتاع الاكريزيا. في تاسك انت عارف ان التاسك ده مهم وعندك ديزاير ان انت تعمله، وعارف وات يو وونت تو دو، ولكن ما بتقدرش تعمله. خلاص؟ كام واحد فينا عنده الحكايه ديت؟ كلنا. اشهر اكزامبل ليها ده الترانسليتد بيهيفير بتاعها البروكراستينيشن. يعني ايه بروكراستينيشن؟ بالظبط كده، زي كده. انا مثل شهير للبروكراستينيشن. البروكراستينيشن الديفينيشن بتاعها avoidance of important situations
till last minute بيسموه last minute decision أو last minute man. يعني أنت مثلا دلوقتي عندك 500 حاجة ومفروض تعملها، تلاقي نفسك رايح تتفرج على الماتش ورايح تعمل كذا وكذا، وبعدين فين فاضل dead time، قالت ده الطيارة بعد ساعتين، الطيارة مش عارف كذا، عايز أعمل واجري واجري. كل ده اسمه procrastination. procrastination معناها أن الواحد بيعمل avoidance، أنه ياخد action لغاية ما لا. ليه ده بقى بيحصل؟ طبعا الادكشن جزء منها، في جزء له علاقة بالفورنسيك. انا ليه حطيتها مع الفورنسيك سايكوباثولوجي؟ لان في نوع من الكرايم بيسموه ايه؟ اوميشن كرايم. ايه بقى هي الاوميشن كرايم؟ بالظبط كده، اللي هي كان في ديوتي المفروض اعمله وما عملتوش بسبب الكريزية ديت. يعني انت كان المفروض ان انت تعملي للعيان مثلا، هتدي له دواء معين، هتعملي له حاجة، وانت قعدتي تعملي حاجات تانية مش مهمة، وبعدين لغاية ما جه الوقت والعيان اتكل على الله. دي بيسموها omission crime. بتخش هنا طبعا للأسف الشديد القانون ما بيعترفش بالأكريزيا ديت، يعني بيعتبره مسؤول. ولكن في بعض البلاد بيدوا، لو انت قلت ان الراجل ده عنده سايكوباثولوجي في الأكريزيا، انه ممكن يديله diminished responsibility، بس مش في القوانين في معظم البلاد لا. خلاص، يبقى ده اللي بيترجم ليه كبيهيفير. خلينا نقول بقى ايه السايكوباثولوجي بتاع الاكريزيا، يعني مين اللي يبقى عنده الحكاية ديت، مين اللي بيبقى ما بيعملش الحاجة ويفضل مأجلها. نمسكهم واحدة واحدة، نمسك الموضوع واحدة واحدة. خلاص احنا عرفنا الاول يعني ايه اكريزيا، خلاص، وقلنا الديفينيشنز. نفس السؤال ده لو جه سايكوباثولوجي اوف لاك اوف فوليشن، هو نفس السؤال ده لو جه سايكوباثولوجي اوف امبير ديسيجن، يعني دي ممكن تيجي حالة واحد ما بيعرفش ياخد قرارات في حياته، يعني كل ما يجي يتجوز تمام ما ياخدش القرار، شاف 500 عروسة، كل ما يجي يتجوز وخلاص وهيخطبه وبتاع الموضوع جد وهنحجز القاعة، يروح خالع عامل افويدنس. ايه السايكوباثولوجي اللي وراه؟ نمسك واحدة واحدة كده. ينفع اورجانيك؟ يعني هل في حاجة أورجانيك ممكن تخلي الواحد، فده هيجرينا لإيه بقى طالما هقول أورجانيك؟ إيه النيورو سايكولوجي بتاع الديسيجن ميكينج أو النيورو سايكولوجي بتاع الفوليشن؟ مكانه فين؟ بالظبط دورش لاترال، بس كده دورش لاترال ولا لينك بحاجة؟ يعني لو حبينا نرسم ماب إزاي الواحد بيعمل ديسيجن وبينفذه، يعني بياخد قرار وبينفذه، ايه الارياز اللي بيحصل لها ستيميوليشن وبعدين يترجم الكلام ده لاكشن؟ اول واهم اريا هي الدورسولاترال بري فرونتال كورتكس، اللي هي بتاخد الايه؟ التشويس، بتاخد التشويس، بتعمل سيلكشن ما بين الديفرنت تشويسز، ان لا هعمل كذا او مفروض اعمل كذا. بتبعت امبولسز لمين؟ للاس ام اي سبلمنتري موتور اريا. ففي امبلسز بتيجي مش للبرايمري موتور اريا، بتوصل من الدورسولاترال بري فرونتال كورتكس للسبلمنتري موتور اريا، من السبلمنتري موتور اريا بتبعت لبقيه الارياز الموتور و يعني انا دلوقتي خدت قرار مثلا ان انا هذاكر، خلاص ايه اللي بيحصل؟ الدورسولاترال بري فرونتال كورتكس بياخد القرار، يروح باعت للسبلمنتري موتور اريا، اروح محرك عضلاتي ورايح قايم على المكتب وجايب الكتاب. بقيه الارياز بتعمل ايه؟ بتسبورت الحكايه ديت، يبدا الايموشنز بتاعتي تشتغل، يبدا الحته بتاعت الاكزيكوتيف فانكشن تشتغل والباقي. خلاص بليز. Definitely لازم يبقى فيه موتور إليمنت. قول لي حاجة ما فيهاش موتور إليمنت. هو الأكريزي عبارة عن إيه؟ ما إحنا قلنا ثلاثة ستيجز. في أوبشن جينيريشن، أوبشن سيلكشن، والثالثة إيه؟ أكشن. هو الأكشن ده لازم بموتور. قول لي إيه الأكشن اللي أنت مش هتستخدم فيه موتور؟ يعني أنت قررت مثلا إنك تطلق مراتك.
ده موتور، ما انت لازم تقول انت طالق، لازم هتكتب مش كده؟ ده موتور، فاي اكشن انت هتعمله لازم يبقى فيه موتور. يعني بس السبلمنتري موتور اريا هي اللي بتتحكم فيه مش البرايمري موتور اريا. اوكي، بقيه الحاجات التانية بتبقى اكتف برضو، بس بعد ما الدورسولاترال بري فرونتال كورتكس بيديك الاوكي على الحكايه دي. معلش، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين الاناتومي بتاع البرين ماشي ازاي. يبقى في حاجه اورجانيك ممكن تعمل كده، لو انا عندي مشكله في البري فرونتال كورتكس، لو عندي مشكله في الجزئيه بتاعه الفنتروميديال في السبلمنتري موتور اريا، كل الحاجات دي ممكن تخلي الواحد ما ياخدش ديسيجن. السبستنس ابيوز له علاقه بالموضوع ده ولا لا؟ يس، له علاقه مهمه جدا، سكندري وبرايمري. يعني الناس اللي بيبقى عندهم عدم قدره على انه ياخد ديسيجن بيبقى مور برون ان هو يجي له سبستنس ابيوز، والناس اللي بيبقوا سبستنس ابيوزر بيبقى عندهم الموضوع بيزيد فبيخش في فيشس سيركل. واظن دي قصه شهيره مع الادكشن، بيجي لك الراجل يقول لك خلاص انا خدت قرار ان انا هوقف، يا سلام قايل تمام، الديسيجن اتاخد وبعدين بينفذ ما بينفذش، واذا نفذ مره ما بين، يعني بيبقى باين فيها قوي الحكايه ديت. يعني انت يمكن من الحاجات اللي بيحاولوا يجربوها دلوقتي في التي ام اس ان انا ابدا ادي ستيميوليشن للارياز ديت، لان دي الاريا اللي مسؤوله عن ان هو ينفذ اللي هو هيعمله. اوكي، فادي السبستنس ابيوز. السايكوزس في الحكايه ديت، يعني هل بيبقى عندهم حته انه ما بيقدرش ياخد ديسيجن؟ مين؟ الاسكيزوفرينيا عموما ولا في مراحل معينه؟ خد بالك لازم يكون الفعل انت عايزه، في فرق ما بين الاكريزيا وما بين ان انا ما يكونش عندي ديزاير واللاك اوف ديزاير. حاجه انا عايز اعملها وفي ديزاير، فده بتلاقيه في اوائل الاسكيزوفرينيا في البرودروما بتاع الاسكيزوفرينيا، او بتلاقيه بعد في البوست سكيزوفرينيا، ده هنا بتبان مشاكل الفوليشن اكتر، لكن ما بتلاقيهاش موجوده اثناء البروسيس بتاعه الاكتيف سايكوزس. طيب المود ديس اوردر، المانيا بيبقى عندهم مشكله في الديسيجن؟ اه عنده مشكله بس عكسيه، عنده مشكله عكسيه. ايه عكس الاكريزيا؟ امبلسيفيتي. عكس الاكريزيا هي الامبلسيفيتي، يعني واحد بيتردد ان ياخد قرارات، وواحد بياخد قرارات من غير، يعني ما بيستناش الدورسولاترال بري فرونتال كورتكس. عشان كده بتلاقي المانيا معاها ايه؟ معاها ديسيجن سريعه. عشان كده احنا دايما بنحذر المانيك ان هو ايه؟ ما ياخدش ديسيجن، لان لو سبت في ايده الحاجه كتير، طبعا دي احنا بنشوفها كتير، يعني تلاقي عيان مانك يا عيني وباع اراضي كتير وطلق واتجوز، كلها ديسيجنز، وبعدين بعد ما بيفوق هو عمل كده. يبقى المانيا فيها عكس الكلام ده خالص. الدبريشن ممكن يبقى موجود فيه، يبقى عندك الديزاير وعندك يعني في السيفير ديبريشن الديزاير نفسها بتروح، يعني هي على حسب الكيرف بتاع الديبريشن. المايلد والمودريت ديبريشن الديزاير بتبقى موجوده، ولكن الويل هي اللي مش موجوده. يعني انا عندي الرغبه ان انا اذاكر بس مش قادر، عندي الرغبه ان انا اصلي بس مش قادر اصلي. تمام، لو زاد الديبريشن بقى بيبقى ايه؟ الديزاير نفسها بتتاثر، فما بيبقاش ده لاك اوف ويش خلاص. اوكي، طيب في النيوروزيس مين اللي بقى عنده الحكايه دي؟ او سي دي طبعا، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. لان ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب البرفكشنزم بالظبط، وده اكتر عامل لقوه موجود، اكتر ديفنس ميكانيزم الواحد بيعملها مع الاكريزيا ديت. ايه اكتر ديفنس ميكانيزم بتبقى الواحد بيشتغل بيها هنا؟ perfectionism هو اكتر ديفنس ميكانيزم بتبقى موجوده عند الناس اللي بيبقى عندهم procrastination. ايه كمان غير perfectionism في الديفنس ميكانيزم؟ avoidance بالظبط، برافو. ايه كمان؟ ازاي reaction formation؟ لا
مش واضح. هو في كذا ديفنس ميكانيزم موصوفين. ده لو السؤال جه مش سايكوباثولوجي، يعني لو السؤال جه سايكولوجي اوف ديسيجن ميكنج، الديفنس ميكانيزم بتقولها هنا ايه؟ احنا قلنا الافويدنس منهم، الدينايل منهم، و لا سبليتنج لا، والبرفكشنزم الايدياليزم، الايدياليزم يعني. وايه كمان تسمعوا عن ديفنس ميكانيزم اسمه الكاونتر فاكتشواليتي او الفالورايزيشن؟ بلاش خلاص مش مهم. انا بس عايز اقول لكم ان السكوب بتاع الديفنس ميكانيزم مش هو بس اللي موجود في كتاب سنه تانية. يعني الناس اللي داخلين دكتوراه ما ينفعش يذاكروا من كتاب سنه تانية. في ديفنس ميكانيزم ديبس لازم الواحد ياخدها اكتر من كده. فاكتشواليزم معناها ان الواحد بيبدا يعمل كومباريزون على الحاجات. يعني ازاي؟ يعني مثلا انا هدي محاضره وهعمل كذا، ببدا اعمل كومباريزون. طب المحاضره دي مش مهمه زي اللي مش عارف، انا عندي حاجات تانية اهم. فده بيريحني لما بعمل كومباريزون على حاجات، بشوف النيجاتيف في اسبيكتس فبرتاح. الى عشان كده بنسميها كاونتر فاكتشواليزم. نوع من ما هو الديفنس كله سكيب، الديفنس ميكانيزم كلها سكيب. بالظبط بالظبط. دي نوع من الديفنس ميكانيزم. ودي كمان بقت دلوقتي بقت من الديفنس ميكانيزم المهم. السندروم بداوا يتكلموا عليه مع الكومبليكيشنز بتاعت السايبر سايكايتري، استخدام النت والحاجات دي. اذا كنتوا سمعتوا عنه اسمه الفومو سندروم. هتسمع عن الفومو سندروم؟ مش الفومو يعني ال لا، ده سندروم بيجي للناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا كتير. الفومو سندروم ايه هو؟ ايه السندرومز اللي ليها علاقة بالسوشيال نت، بالفيسبوك؟ يعني الناس اللي بيخشوا على الفيسبوك، ايه السندرومز؟ سايكايتريك كومبليكيشنز. ده سؤال على فكرة مهم. Psychiatric complications of electronic أو السايبر، استخدام السوشيال ميديا والسايبر. إيه المشاكل اللي ممكن تيجي؟ في عندي زي ما اتفقنا الفيسبوك ديبريشن، وفي الفيسبوك سويسايد، مش كده؟ الفيسبوك ديبريشن معناه إيه؟ بيجي ليه؟ بالظبط. في تو ميكانيزم انت بتشتغل بيهم في الفيسبوك، واحده بوزيتيف والثانيه نيجاتيف. البوزيتيف ان انت مفيش انكزايتي، يعني لو انا عندي سوشيال انكزايتي ما بعرفش اتعرف على بنات، بتلجلج وانا بتكلم، ما بعرفش اتكلم، فلما بخش في السوشيال ميديا ده ما بيبقاش موجود، which is positive. خلاص، اللي بيسموها ايه؟ social facilitation theory which is positive. لكن في حاجة نيجاتيف اللي هي ايه بقى؟ ده اللي ليه علاقة بالفومو سندروم، اللي هي الكومباراتيف ثيوري. يعني انا نزلت صورة وجالي 3 لايك، تمام؟ دكتور محمود يا ربنا يعني يديله، جاله 250 لايك، اشمعنى هو؟ يعني اشمعنى هو يجيله لايك اكتر مني؟ هو عنده كام فولور وانا عندي كام فولور؟ هو عنده كام فريند؟ انا بنزل الكومنت محدش بيعبرني، هو بينزل الكومنت يلاقي كذا، لدرجة ان اتكتب عليها مقالات بيسموها The Power of Like. طبعا بقى الفيسبوك علشان يقرفك اكتر بقى حط ديسلايك. يعني بقى مش بس ان الناس، يعني شوف قلة الادب، يعني مش بس ان واحد مش هيعمل لي لايك، لا ده واحد هيعمل لي ديسلايك، يعني هيبقى طبعا الالم اكتر. يعني الفومو سيندروم موصوف لان دايما انت بتلاقي ناس بتعمل حاجة انت نفسك تعملها. السندروم ده معناه كده ان الواحد بيبقى دايما في ديبريشن لانه بيلاقي ناس بيعملوا حاجات هو نفسه يعملها.
يعني انت دلوقتي قاعد بتذاكر عشان الدكتوراه، وزميلك اللي خريج تجارة اللي عنده شركة رايح باريس، لا مش بلاش باريس دلوقتي بلاش بقت شبه دلوقتي، رايح في اي مكان وبيتفسح، او رايح مثلا في جزيرة ومش عارف، يعني فبيبدأ الواحد يزيد عنده الديبريشن. ده من السندرومز اللي موصوفة الفيسبوك ديبريشن. الفيسبوك سويسايد معناه ايه؟ معناه حاجتين، يا اما ان الواحد يعمل اكتشوال سويسايد ثرو الفيسبوك، يعني يقول يا جماعه انا هنتحر الساعه كذا وينتحر قدام الناس، او ان هو يعمل الكترونيك سويسايد، يعني انا مكتئب ومتضايق وعامل دي اكتيفيشن ولاجي الانستجرام ولاجي مش عارف ايه، كاني بنتحر من العالم الفيرتشوال، بيسموها كتير. يس. من الحاجات دلوقتي اللي فيه ريكومنديشن بتوع السوسايدولوجي، ان الحاجات اللي بيسمحوا بيها ان السايكايتريست يخش على الاكاونت بتاع البيشنت بتاعه، لان ليه بقى؟ معظم الناس اللي بيسويسايد بيكتبوا نوت، فانا من حقي اخش على الاكاونت بتاعك. لو انا لقيتك مثلا بقالك اسبوعين عمال تكتب مش عارف كتاب حياتي يا عين، واخد كوتس مش عارف ايه، وافلام كلها حزينه، لازم ايه في ايه؟ لقوا ان الفولورز بتاعه اللي بيتكتب على السوشيال ميديا ممكن انه يعمل بريدكشن للسويسايد. ما هو انا بقول لك بيسمحوا بيها، يعني دلوقتي بيحاولوا ان هم يخلوها ايثيكال، او ان انت تطلب من البيشنت بتاعك انك تقول له انا، لان دي حاجه هتبقى في مصلحته، لكن اتس نوت ايثيكال طبعا. لو من غير لو مش لفايده المريض، لا هتخش تشوف صور وبتاع، دي لا مش ما هياش حلوه يعني. بليز لا، ما انت لو عملتي اكاونت للمرضى لوحدهم، ما هو مش هيكتب لك لو هو مش عايز يوريكي. انت يبقى ليكي اكسس على الاكاونت بقى، شوف هو بيكتب ايه عموما. لا هو بيتكلموا على الكونسبت ممكن الدكتور علي انا. طبعا لا، ما لازم اعمل انا اكاونت على حسب انت بقى عندك ايه يعني. طب ايه السندرومز الثانيه اللي موجوده مع الفيسبوك ومع السوشيال ميديا؟ في حاجه مهمه قوي، ده سؤال، الادكشن، انترنت ادكشن. ده سندروم دلوقتي بقى له كريتيريا وله حاجه، واحنا لسه عاملين استدي على الانترنت ادكشن ده في الميديكال ستودنتس. في كذا حاجه يعني، ده موضوع. ايه اللي كان جابنا للموضوع؟ انا نسيت. احنا كنا بنتكلم على بالظبط. طيب ايه تاني من الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل في الفوليشن؟ احنا قلنا دلوقتي الحاجات بتاعت البرسوناليتي، ايه اللي ممكن يبقى عندهم مشكله في الفوليشن اللي ما ياخدش قرارات والكلام ده؟ ده سؤال مهم قوي. يعني لما تلاقي واحد مش عارف ياخد قرار في الجواز او واحده، كل ما يجي كذا واحد، الاوبسيسيف اوت اوف بيرفكشنزم، يبقى الاوبسيسيف اوت اوف بيرفكشنزم. ليه؟ لان هو مش عايز كل ما يقول لك ايه بويا دي بقى اللي هلبسها، ما جايز يطلع لي حاجه احسن، ما يمكن بعد شويه الاقي حاجه افضل. كتير والله العظيم، كتير والله العظيم، كتير جدا. طب تقولي له ايه بقى؟ بتقولي له ايه يا حنان؟ بتقولي له ايه يعني في النهايه؟ ممتاز، انت بتعملي له كونفرونتيشن، بس لازم تقولي له في الاول انك كده هتندم وكده هتندم. بقول له انت دلوقتي بص، عشان نبقى متفقين، لو اتجوزتها هتندم ولو ما اتجوزتهاش هتندم. قال لي انا مش عايز اندم. تقول لا، هتندم. ليه بقى؟ لان اي تشويس ما بين حاجتين يبقى فيهم بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى بالتالي انا هندم. وانت شخص طبيعتك لما الحاجه ما تبقاش معاك بتبص للبوزيتيف، ولما تبقى معاك بتبص للنيجاتيف. فكده وكده يبقى مش هنعتمد على الحته دي. يعني دي اول حاجه لازم اقولها له في وانا بعمل معاه الثيرابي، انما تقوليش بقى مش كده. وبالتالي مش انت اللي هتاخد الديسيجن، عقلك، يعني عقلك هو اللي هنبدا نحسبها، لكن ما تقوليش عشان الديبندنت بياخد قرارات بس اوت اوف ايه؟
بالظبط. ده علشان البرفكشنزم، ولكن ده علشان ايه؟ لا مش انا اللي هاخد القرار، ماما اللي تاخد القرار. حد بيبقى دايما عايز حد تاني تو تيك ريسبونسبيلتي. مين تاني ياخد القرار؟ عنده مشكله في القرارات، الانكشس بيرسوناليتي. ما هو الاوبسيسيف انكشس. وات دو يو مين باي انكشس بيرسوناليتي؟ اني نوع؟ احنا قلنا الاوبسيسيف منهم. مين تاني؟ البوردر لاين بياخد قرارات عكسيه. يعني مش المشكله انه ما بيعرفش ياخد قرارات، المشكله انه بياخد قرارات ويرجع فيها. اوت اوف ايه؟ اوت اوف سبليتنج. عشان كده بقول لكم الديفنس ميكانيزم كلها او معظمها موجوده. كان في حد قال سبليتنج مع الويل هنا. هو السبليتنج بيبان بس في الحته دي، ان هو اللي مش ان هو ما عندوش ويل، لكن هو الويل بتبقى تشينجينج. مين كمان في البرسوناليتي ممكن يبقى عنده الحكايه دي؟ الافويدنت ممكن ياخدها اوت اوف ايه؟ اكشن، لان هو ما بيقدرش يعمل اكشن. يعني هو ما عندوش الحته اللي بيقدر يعمل بيها ترانسليشن من ايه ده الى اكشن. خلاص. مين تاني في البرسوناليتي ممكن يبقى عنده الحكايه دي؟ معظمهم هتلاقي فيها. لا البارانويد ما بياخدش قرار طالما هي مش في الزوم بتاعته، بس ما عندوش مشكله او ما بقاش متضايق من كده. انا بقول البارانويد ما عندوش مشكله في الحته دي، لان ما فيش الديزاير نفسها. يعني مش ان هو ما عنده ديزاير وما بياخدش قرار، لا الديزاير نفسها مش موجوده. انا مش عايز حد يقرب مني، دي ما ينطبقش عليه الكلام. لكن مين برضو الاسكيزويد؟ نفس الحكايه، ما عندوش الديزاير. الافويدنت لكن الاسكيزويد لا. يعني الاسكيزويد ما بيقربش وما بياخدش قرار لان هو مش عايز. يعني ما بتروحش ليه للناس؟ انا مش عايز. الديزاير نفسها مش موجوده، وبالتالي ما تبقاش دي بروبلم اوف ايفولوشن. الباسيف اجريسيف، الباسيف اجريسيف ليه؟ لانه عنده الترناتيف، ما بياخدش القرار ده، لانه دي بقى الحته اللي كنا بنتكلم عليها، انه دايما بيدي الترناتيف. خلاص. يعني انت دلوقتي متضايق من الحكومه، هتاخد قرار وتهاجم ولا تطلع نكت؟ ما طلع نكت يا عم احسن. يعني نقول نكته، نعمل كذا. باسيف اجريشن. ما هو الباسيف اجريشن معناه ايه؟ انتوا عارفين لكل ديفنس ميكانيزم في الامثال لازم تبقى عارف كل مثل ايه الديفنس ميكانيزم اللي وراه. ايه المثل بتاع الباسيف اجريشن؟ الباسيف اجريشن هي اكتر ديفنس ميكانيزم للاسف اتوصف بيها المصريين. يعني اكتر شعب بيستخدم الباسيف اجريشن هو احنا. لا لا، في الوش مراية. ايه اللي ورا في الوش مراية في لفس الله؟ لا 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 لا، اصبر على جار السوق يرحل يديله داية تاخده. يعني انا مش انا اللي هقوم ومشي، لا اصبر عليه وهيمشي من نفسه يعني. تمام. طيب الخلاصة، لو جالي psychopathology of acrasia، lack of volition، decision making، بروكراستينيشن، الحاجات دي كلها سهله. ايه علاقتها بقى بالفورنسيك؟ علاقتها بالفورنسيك ان ده ممكن يكون عامل مهم جدا من الاوميشن كرايمز. وللاسف للاسف الشديد القانون ما بيعملش بيها. يعني على الرغم انها بتبقى هي سبب فعلي، لان اللي بيتعاقب على مشكله نيجليجنس في شغلنا او كده ممكن يكون سببها حته الاكريزي دي، ولكن الحقيقه من الناحيه الفورنسيك مش بيعملوا لها اسسمنت. طيب مش لازم، ممكن يبقى اي حاجه من اللي احنا قلناهم دول. ممكن يبقى سايكوزس، ممكن يبقى اي حاجه. يس اتس فانكشنينج. يس معظم الحاجات دي. ما هو ليه معظمهم بيبقوا فانكشنينج؟ لان عنده كونسبشواليزيشن كويس، عنده جادجمنت كويس، وعنده ديزاير. ما احنا قلنا الاكريزيا دي عشان اقولها يبقى لازم انا عندي ديزاير، وعارف ان الموضوع ده لازم يتعمل، مش عارف بس. بالظبط. مشكلتي ان انا مش قادر اعمله. على حسب بقى كل حاجه. انك اهم حاجه انك تبقى اوير بيها.
لان للاسف الشديد للاسف الشديد زي ما انا كاتب it's always translated behavior. على كل سنه وانتم طيبين.